الحب مش بالعافية، أصلها نفسيات. معلش كده قلتي انت بتتكلمي بسرعة ليه؟ طيب تلفلفل التلفلف، ما تتخضوش، ده يونيفورم السمبوسك. طب ولو بعمل ملوخية ألبس مخرطة؟ بتشوفكم ما بحبهاش بالجبنة. على التزيين عينك دي فيها حاجة؟ ده كلابي ده. تلحهم تلحهم ايه؟ انت واخداهم منين؟ قلت لك انا يا حبيبي ايه؟ ثم العايشة واخدة نصيب الاسد معانا النهار، فكرني بنفسي وانا لسه صاحية من النوم. كل شوية يجرح فيها تشبر كنت. انا يا حبيبي لما انت زوجتك احنا متفقين ان الطبيعة مفيش احسن منها، بس يعني مش لدرجة ان انت تفزع الراجل الفزعة دي. انت اشتخلتي وشعرك لين هنا ضارب لين الركبة. السلطان جاب اخره يا جماعة. كل عليم البزون تبورك ايام خطبتها. البواريك بقت غالية دلوقتي يا سلطان، فما تدققش في المواضيع دي. انا اول مرة اسمع صوت المشط، اسمعوا كده معايا يا جماعة. انا الضارب هذا جمزة ما عينتهاش. سلطان الشعراية ما بتسمعش الكلام، بترجع تاني. كل الحريم البزون ترى تبورك. لا والله انا ما لبستش، حتى بعد ما شعري اتحرق ما لبستش باروك. باروك يعني كيف تبغى الحرمة توقع الرجال في الجنة؟ انت بعد ما وقعتيه بتطفشيه؟ طيب ما هو غش، وقسم بالله ما هو غش. تزين نفسها. انا متفق معاك يا سلطان، ده غش، ده غش تجاري يا سلطان، ما يسكتش عليه. جملوا زين زيني نفسي. كيف عندها غمزه تدخل كده في الشفه الشرعيه؟ فرق ما بين الجمال والتحويل. انا حابه اتكلم بصوت عالي، بتكلم بصوت واطي معاك مره. عايز اقول لكم ان دي هي دي، شايفين الفرق؟ عرفتوا ليه سلطان اتضحك عليه؟ جمن جمن يا الحريم. هو انت ليه كل حاجه بتلبسي لها يونيفورم؟ طب لو انت داخله تنظفي الحمام ما تلبسي برضو عده الحمام وانت داخله تنظفي؟ بيوتك انا ده بقت شبه الزعافه. انظف بيوتك انا. التكنس انت ايه؟ التكنس 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 يا ماما. بتشتي التكنس. عندك مشكله ولا متقله المسكره ولا من الرموش؟ بس وانا اقول الفويل بيروح فين؟ عارفه الفويل بقى بكام دلوقتي؟ ما في وقت، بسرعة تعجل. من مشتقات العجل دي صح؟ ليه بقى النمط الجديد كله زوجيات؟ طب مفيش فردي خالص؟ بيكبروا بيكبروا. ما تستعجليش، خدي وقتك في الصنفرة. سلطان انا قلت لك بسوي هذا في المشغل. هو سلطان اللي بيعمل؟ نهار اسود، فين عنصر المفاجأة؟ قومي حطي لزوجك التروج، قومي سوي شيء في حياتك، قومي افلحي لحياتك. لا هو بيحبني كده، حطيتي انت روج؟ ريحي بقى. اللهم كل شخص حسدني على الميك اب اللي انا سويه رد كده في نحره. اللهم بتخوفيني والله لما بتغمضي. كل حاسدة حسدتني على الميك اب حقي اللهم رد حسدها في نفسها. اللهم كل وحدة حسدتني على الرسم. لا محدش هيحسدك، تقلقيش، احنا لابسين نظارات سودة. التكوش شخ ايه؟ شخ ده اللي بتتعمل في الحمام دي صح؟ في التعيد. التكوش شخ في التعيد. لازم اعيد بجزمة في مناخيري؟ شخ في التعيد. الله خلاص خشي الحمام. طيب انت عارفه الحاجات دي مكانها فين؟ لا ما تتنططيش، حاجه تقع منك ولا حاجه. اهدي. مش احنا بس يا جماعه، ده الرجاله كمان اتهبلت معانا.